على مسار الأزمة يستمر التصعيد في البلاد منذرا بالأسوأ. تتشعب سبل الحوار بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية، ويستمر تبادل الاتهامات بين الطرفين في ظل تحديات السودان الراهنة. منذ 3 أسابيع والمحتجون المؤيدون لمجلس البجا يواصلون إغلاق الموانئ والطرقات والسكك الحديدية، احتجاجا على ما يقولون إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية. أحد أبرز مطالب المجلس القبلي إعادة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية وعقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق يقر مشاريع تنموية فيه. إغلاق أثر بشكل واضح على مخزون القمح الذي لم يعد يكفي إلا ليوم واحد، وكذلك مخزون الدواء المحتجز في ميناء بورت سودان. في ظل هذا الوضع المأزوم تحث بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج المحتجين على إنهاء حصار الميناء وتغليب الحوار لتسوية المظالم المحلية. تطورات دفعت مجلس الوزراء السوداني إلى تصويب نيرانه إلى جهات داخل السلطة اعتبرها ذات ميول انقلابية. الكلام اللي قلناه بوضوح إنه بعض المكونات ذات الميول الانقلابية من داخل مؤسسات السلطة الانتقالية هي قاعدة تستغل هذه القضية من أجل خنق الحكومة المدنية الانتقالية لأهداف أخرى. إزاء حالة الانسداد هذه تأتي لقاءات رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيريتس برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقريبا ستضاف إليها لقاءات أخرى مع قوى الحرية والتغيير. تحدثنا مع سيد رئيس مجلس السيادة طبعا عن الوضع الحالي بين العسكريين والمدنيين وعن الوضع بالشرق. ركزنا على ضرورة الشرق كموضوع وطني وكخطر على وضع البلد. في شارع يغلي وجه آخر للأزمة السياسية، تجمع برلمان الثورة السودانية الإسفيري يطلق حملة للمطالبة بتنحي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن السلطة الانتقالية ونائبه الأول محمد حميدتي. وضع يزداد سوءا لحظة بعد أخرى في ظل تعمق الخلافات السياسية بين شركاء السلطة وتباعد تصورات الحل للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.